السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوار قناة لورن أنجير في فيديو جديد ومع معلومات جديدة. طبعا قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وترك تعليقات وأيضا بالضغط أو تفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب. اليوم سنتحدث عن كيفية تحويل أي ملف وورد إلى صيغة PDF بخطوات بسيطة. نتابع الشرح. أول خطوة يمكن يعني القيام بهذه العملية من الذهاب إلى فيشيي ثم اختيار All Registries ثم بعد ذلك من ضمن الاختيارات هنا نختار أين سنحفظ الملف أولا. إذا هو مباشرة عندي هنا أنه محفوظ على واجهة المكتب، أتركه هكذا. ثم في هذا السهم الصغير أضغط عليه تظهر لي قائمة بالاختيارات الأخرى التي يمكن أن أسجل بها هذا الملف، أختار PDF ثم أضغط على زر Enregistrer. ننتظر قليلا، سيفتح معنا الملف، نفس هذا الملف الذي ترونه هنا سيفتح معنا بصيغة PDF. إذا كما تلاحظون بخطوات بسيطة، نفس التنسيق، نفس الألوان، كما هو الملف على الوورد، تم الاحتفاظ بنسخة منه ولكن بصيغة PDF، نفس الصفحات، نفس التنسيق. هذه هي الطريقة الأولى. نعود إلى الملف الذي شغلنا عليه لنشرح الطريقة الثانية. نفس الخطوات، نضغط على فيشي ثم نختار امبريمي. ننتظر هنا إلى أن تظهر لنا هذه الواجهة. من ضمن الاختيارات نغير اختيارات الطابعة فنختار مايكروسوفت برنت تو PDF ثم نضغط عليها ضغطة واحدة، ثم بعد ذلك نضغط على امبريمي. حتى لو ضغطنا على امبريمي فإن الطابعة لن تشتغل، بل سيتم حفظ الملف بصيغة PDF. إذا هنا يعطيني أين سأختار هذا الملف أو أين أحفظ هذا الملف. أضغط واجهة المكتب ثم أعطيه تسمية. إذا فقط من أجل الشرح أعطيناه تسمية 2022 ثم نضغط على سيف أو انغوجيستري. الطريقة الثالثة وهي طريقة أيضا بسيطة جدا، نذهب إلى فيشي ثم بعد ذلك نذهب إلى إكسبورتي أو تصدير، ثم بعد ذلك ضمن الاختيارات هنا يعطيني كري PDF، إما هذه الخانة وإما هذه الخانة. إذا أضغط كري PDF ثم أيضا يعطيني واجهة المكتب أو أين سأحفظ الملف. أختار واجهة سطح المكتب ثم أيضا أعطيه مثلا تسمية 2023 ثم أضغط بيبلي. كما تلاحظون تم فتح الملف بتسمية 2023 التي اخترنا، وأيضا تم الحفاظ على نفس التنسيق ونفس الألوان ونفس الترتيب. إذا بهذه خطوات بسيطة، أتمنى أن تنال إعجابكم وأن أكون قد أفدتكم بشيء جديد. لا تنسوا دعمنا مجددا، وإلى فيديو آخر بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.